حقيقة على مستويين، المستوى الأول المستوى الوطني، يعني بطولة دوري الخليج العربي بطولة مهمة جدا، وكل ما زاد مستوى مهنيته وكل ما زادت تنافسيته فهذا يخدم القطاع الرياضي ككل، يخدم كل نادي ويخدم المنتخب الوطني اللي هو طبعا الأساس اللي نحن يعني نفتخر به ونشجع في كل مشاركات دولة الإمارات. وعلى المستوى الآخر يعني نحن نشجع النادي الأهلي من بدينا يعني نعي متابعة كرة القدم، فحقيقة سعادة جدا بأداء النادي، سعادة بالدعم اللي حصل النادي من الشيخ حمدان بن محمد وبإدارة النادي على إنجازاته الطيبة، ونشارك يعني نعود شوية إلى يعني خلفيتنا في تشجيع هذا النادي. كنت تتبع أخبارك، كنت تتوقع هذه النتيجة؟ والله يعني الأهلي من آخر كم سنة حقيقة يعني متوفق بفعل متابعة جيدة من الشيخ حمدان، إدارة قوية، الأخ عبد الله النابودي يقوم بدور ممتاز، وإدارة قوية موجودة تتابع النادي، وأعتقد أن طبيعي أن الأهلي هذا زمنه يعود مرة أخرى يعني بقوة بفعل كل هذه العوامل. وأعتقد هذه البطولات اللي قاعدين نشوفها والأداء المتميز للنادي هو نتاج طبيعي لهذه المرحلة اللي هي يعني مرحلة ممتازة. ويعني كلمة أيضا للمنافسين الآخرين، نقول كل نادي يمر بفترات ذهبية ويمر بفترات صعبة، وهذه كرة القدم، وفي نهاية المطاف روحنا لازم تكون رياضية. يعني أنت وزيرنا ونحن دائما فخورين فيك وزير دولة لشؤون خارجية، ودائما نقول أن الرياضة دائما تبعث برسائل حب وسلام. شفنا كثير في المدرج هنا في دولة الإمارات دائما في طبعا رسالة للمملكة العربية السعودية، رسائل يعني دعمنا لجنود الوطن، الرياضة دائما رسائلها رائعة وجميلة. في هذا المقام شنو نقدر نقول؟ يعني دولة الإمارات هذه السنة كانت سنة مهمة جدا، هي من سنوات نضج تجربة الدولة. الرسالة السنة موجهة لقواتنا المسلحة، لجنودنا اللي نفخر بهم، لجنودنا اللي نفخر بهم، لتضحيات شهدانا، ويعني أثبتنا من خلال قواتنا المسلحة أن هذا الجيل الشاب اللي يحمل يعني لواء تجربة رائعة لتجربة دولة الإمارات على قدر المسؤولية، وهذا الجيل إن شاء الله هو الجيل اللي بيتفوق، ومو بس بيكون الجيل الذهبي للرياضة، هو الجيل الذهبي للوطن. نتابعك وفخورين فيك، واتمنى لك دائما التوفيق معالك.